مشاهدي طقس العرب في جمهورية العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوقع أن تتأثر مناطق واسعة من البلاد يوم الخميس بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، يبدأ تأثيرها من الأجزاء الجنوبية للبلاد يوم الأربعاء، ثم تصل ذروتها يوم الخميس. تعمل بإذن الله على تشكل وتطور السحب الركامية الرعدية الممطرة بغزارة على مناطق واسعة من البلاد، مع نشاط لسرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، بحيث تشكل يوم الخميس حزام واسع من السحب الركامية الممطرة، جالبا معه الأمطار الرعدية الغزيرة لمناطق واسعة بإذن الله. ويتوقع أن تنحسر هذه الحالة يوم الجمعة، ليقتصر تأثيرها على شمال شرق البلاد. ومن المحتمل أن تتركز قوة هذه الحالة نهار الخميس على عموم المناطق الشرقية من البلاد، لا سيما الوسطى منها بما في ذلك العاصمة بغداد، بحيث تشتد الأمطار في تلك المناطق لتصبح غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مع ساعات مساء وليل الخميس، كما يتوقع أن تتساقط الثلوج على مرتفعات شمال العراق. ويحذر خلال الحالة الجوية المقبلة من جملة محاذير، أبرزها خطر تشكل السيول وجريان الأودية والشعاب، وخطر ارتفاع منسوب المياه في عدد من المدن العراقية بسبب غزارة الأمطار، وخطر شدة العواصف الرعدية والصواعق، بالإضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة بفعل الرياح النشطة. تجدر الإشارة إلى أنه بإمكانكم البقاء على اطلاع مستمر بحالة الطقس لحظة بلحظة من خلال تطبيق طقس العرب الخاص بهواتفكم الذكية. وللمزيد دائما زوروا موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com، إلى جانب صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب. أطيب الأمنيات من طقس العرب، إلى اللقاء.